أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في عالم متغير تتسارع فيه التوجهات نحو التخصصات الوظيفية. ربما يجد البعض أنفسهم حائرين وهم مقبلون على مرحلة الدراسة العلمية التي يطمحون بنهاية الأمر أن توفر لهم فرص وظيفية مناسبة ومطلوبة في سوق العمل. لذا نحاول اليوم أن نقرب الصورة أكثر مع المتخصصين لنعرف ما هي المجالات ومجالات العمل التي يتزايد عليها الطلب في السنوات المقبلة، واللي حتعطينا فكرة عنها أكثر ضيفتنا الكريمة بالاستوديو. إحنا معنا مستشارة الموارد البشرية دكتورة غادة الصويغ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله وسعيدين بتواجدك. تواجدك الأسبوعي بسيدتي. تسلمي. أهلا وسهلا فيك. بداية، إيش اللي بيحكم دكتورة غادة المتغيرات في التخصصات اللي بيطلبها سوق العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعا نعرف أنه في عالمنا اليوم التغيرات جدا سريعة، وفي سوق العمل يعني يتطلب تغيرات يعني تتماشى مع سوق العمل الواقع، يعني التخصصات هذه لازم تكون مواكبة لسوق العمل. فتجدي أن الشركات بتسعى إلى إيجاد أفضل الموظفين في 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 مجال الأعمال التي يعني يحتاجوها في هذه الفترة من كل التخصصات المختلفة. فالمشكلة اللي يمكن نجدها أنه بعض التخصصات غير موجودة طبعا في سوق العمل والكلام ده، فتجدي أنه في الوقت الحالي لأنه القطاع الخاص يعني يعتمد كثير القطاع الخاص في تشغيل العمالة وتشغيل الموظفين وتشغيل المواطن وما إلى آخره، فتجدي أنه الدولة يعني تبغى القطاع الخاص في النمو وتحتاجها في التطوير. فلذلك تجدي إيش اللي اختلف في وضع القوانين والتخطيط في سوق العمل عشان تتواكب مع التخصصات هذه الموجودة حاليا. طب إيش أكثر التخصصات الآن، أو خلينا يعني نقول اللي عليها طلب، أكثر شيء عليه طلب من التخصصات اللي ممكن يفيد سوق العمل بشكل أو بآخر؟ طبعا زي ما قلنا لأنه في سرعة وتطور وهذا في مجال يعني الأعمال بشكل عام، تجدي هذا تأثر طبعا على الموظف لما يجي بيدور على وظيفة، فلازم يكون هو برضو يكون موافق لطلبات سوق العمل، ويكون الأشياء اللي يبغى يطمح لها هي تكون أشياء مواكبة للشيء هذا. فمن أهم الأشياء اللي بتطلبها حاليا الشركات على القطاع الحكومي أو الخاص بتلاقيها بتحتاج المحلل المالي. المحلل المالي من الأشياء اللي صارت جدا مهمة، أي شيء في إدارة الإدارة المالية وتفاصيلها، لأنه صارت ما هي أشياء، صارت بيدخلوا في الديتيلز عندك. طب وهذا ما بيكون بتخصص الإدارة والاقتصاد؟ طبعا، بس أنت دحين عندك الكثير من الشركات اللي بتتوسع، شركات التأمين، شركات الاستثمار والبنوك، وهذه القطاعات كلها بتتوجه للمحلل المالي. وفي عدد من الشباب كافي انهم يدخلوا انهم يكونوا متواجدين في السوق، ولا التخصص ما هو موجود في الجامعات والكليات؟ هذه من التخصصات، ولا الطلب ما عليهم يعني هو ما عليهم طلب؟ لا، عليهم طلب كبير يعني المحللين المالين، بس هم موجودين عدد طلاب كافي لهذه الشركات؟ نقول ان شاء الله، بس لا تلاقي فيها كثير من الوافدين في هذه الوظائف. عشان كده احنا ايش بنقول، انه لو كسب الشخص او اللي يبي يدرس في الاشياء هذه، من ضمنها كمان التخصصات كمان اللي جدا مهمه، امن المعلومات. يعني احنا بنقول سرعه وتطور، يجيك موضوع حفظ كل الشركات صارت اونلاين، فلازم انت تحفظي البيانات حقتك، فصار التخصص هذا او المطلوب من الشركات انه يكون موجود. تخصص اخصائي موارد بشريه. طب معلش برضه حسالك على امن المعلومات، هل هذا التخصص متوفر في الجامعات وفي الكليات؟ طبعا بيتم تدريس كثير من هذه، لكن كافي او لا هذه يعني لازم احنا ننظر لها بشكل. لما نيجي ننظر للشركات بنلاقي الوظائف هذه ترى كثير موجوده، من يمتازوا الوافدين في هذه الوظائف. يعني عندك الانترنت، الامن المعلوماتي، الاي تي، كل هذه بيمتازوا بها الوافدين. عشان كده التخصصات دي يحتاجها سوق العمل، ونبغى احنا يكون في يعني التعليم او في الجامعات او الكليات يكون موافق مع
المتطلبات يعني اللي يحتاجوها. زي ما قلت لك كمان اخصائي الموارد البشريه، انت تبغي تطوري بشر، تبي تدربيهم عشان يكونوا مواكبين للعصر ده وعارفين كل المطلوب منهم. القطاع الصحي يحتاج كثير تخصصات. أنا لسه كنت حسألك على القطاع الصحي، يعني بجانب الكوادر الطبية في تخصصات أخرى يعني مطلوبة في نعم. القطاعات الصحية مثلا عندنا قطاعات أو القطاع الصحي في اللي إيش التخصصات بجانب الكادر؟ يندرج تحت العلوم الطبية، أوكي. أشعة، مختبرات، تمريض، هذه فيها عجز. وفعلا دائما بجزئية حتى تحديد المختبرات بنلاقي في قلة، في عجز. والصيدلة كمان، يمكن احنا الصيدلة عندنا قلة شديدة الا مؤخرا بس ظهر يعني شباب بالصيدليات. يعني لو نبغى نقول في القطاع الصحي موجود حاليا من المواطنين او من السعوديين 20%، القطاع اغلبه 80% في القطاع الصحي من الأجانب. فمعناته إحنا يعني حسب الدراسات اللي عملوها 40 سنة، عشان قدامنا 40 سنة عشان نسد الفجوة هذه. معناته التخصصات هذه كلها جدا مطلوبة، تخصصات التمريض زي ما قلت لك، هذه أشياء يعني جدا مهمة لازم يكون فيها يعني ينتبهوا لها لأنه عليها طلب كبير. نعم. طب خلينا نتكلم على الوظائف المهنية اللي عليها طلب متزايد. الوظائف المهنية والتقنية هم خريجين بيكونوا من الكليات التقنية. طبعا هي قليلة لأنه يمكن بيعتبروا أنه هي شاقة ومردودها قليل. يعني ما وافقك على الشيء هذا 100%. لا لا، أنا بقول في ناس كثير بيعتقدوا كده. نعم، مش هو اعتقاد شخصي. نعم، أو ما وافق على السؤال يعني أو طريقة اللي هو إيش اللي صاير. هو يمكن معتقد كل الناس تعتقد أنه خريج الكلية التقنية المردود المالي حقه ما بيكون فعلا زائد. طبعا هو أكيد شاق ومتعب، لكن المردود المالي حقه عالي. لما إحنا نيجي نفكر أنه كيف الدول قامت، اليابان والصين قامت على هذه الناس اللي هي كانت عندها الحرفية هذه. إحنا تنقصنا الحرفية، إحنا بنركز على الناس اللي تدرس في الجامعات والناس خريجين يعني، ونعمل ابتعاث وكذا. لازم كمان نركز على الكليات التقنية والمهنية اللي نتخرج ناس من الأسباب حرفيين. الأسباب اللي بعض الناس اللي 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 رافضة، اللي أنت رافضة فكرتهم، مش رافضة السؤال، رافضة فكرتهم، اللي هو بعض الناس بيعتقدوا أنه هي مش ملائمة لمستوى الاجتماعي أو أنه هو أكبر منها أو إلى آخره. طيب ممكن فعلا هذا اوافقك فيه يعني، او انه موجود، موجود لكن هو غلط بالنهايه، لانه هو معتقد خاطئ. ليش؟ لانه الحضارات بتنبني على الناس، هذه هي الناس اللي بتبني لك الحضارات، اللي عندها الحرفيه والمهنيه. تحتاجي ناس فنيين في الكهرباء، تحتاجي ناس في التبريد، في المحركات، سيارات. بنلاقي الحضارات كلها قامت على الاشخاص هذه. فيمكن يبغى لنا تغيير المعتقد كفكر وكثقافة، إنه هذه يعني مهن جدا مهمة يحتاجها يعني الوقت الحاضر والمستقبل. زائد إنه مردودها المالي عالي، ما هو قليل أبدا. يعني أقل واحد عشان يعني يشتغل لهم سلم رواتب خاص لهم، بدلات خاصة بهم، يعني أقل واحد يبدأ ب5000 ريال. يعني أعطيني مثال يعني اللي بيبدأ ب5000 ريال. خريجين الكليات التقنية عندك اللي يشتغلوا مثلا في الحاسب الآلي، أول ما يبدأ أقل شيء يبدأ ب5. وزائد إذا جينا نتكلم كمان، إذا هو مثلا فتح محله الخاص به كمان، طبعا يكون هو مستثمر ويكون هو كمان يعني يعمل ويعمل. لحظة، أنت تقصدي في هذه المهن الحرفية اللي هي المهن البسيطة لكن مردودها كويس؟ نعم. اللي تقصدي فيها مثلا، أنا راح بالي لا مثلا كهربائي، لا مثلا أي نوع من الوظائف البسيطة شوية بمسماها. طبعا هي تندرج تحت هذه الوظائف، الفنيين في الكهرباء، الفنيين في التبريد ويسموها المكيفات والمحركات والسيارات يعني احنا في يعني اخواننا المصريين يقولوا ايديه تلفف حرير، يعني الميكانيكي او الصنايعي الشاطر وكسيب. اي، لانه فعلا شاطر، لانه هذه مهنه مهما درستيها في الكتاب ما حتزبط. صح.
هي شيء لازم يمارس، ولما بتمارس بحرفية الكل بيطلب هذا الشخص بعينه لأنه يمتاز بهذه الحرفية. آخر سؤال عندي، إيش التخصصات اللي تنصحي أنه يبتعدوا عنها اللي تشبع السوق فيها؟ طبعا طبعا هي أهم شيء مربط الفرس هي تشبع السوق، يعني احنا نشوف ايش هي الاشياء اللي السوق ما يحتاجها في الوقت الحالي، يصير احنا يعني الخريج او الخريج مثلا احنا بنتكلم عن الثانويه يبقى يلجا مثلا للاشياء اللي مطلوبه في سوق العمل، القطاع الصحي زي ما قلنا، المعلوماتي لو بنتكلم عن الحاسب الالي والاشياء اللي في الاي تي، التخصصات المهنيه هذه اللي جدا مهمه، هذه المطلوبه، هذه كلها مهن مطلوبه. ايش يعني الغير مطلوبه اللي شايفه فيها تشبع في السوق؟ تشبع في السوق لتسي الاشياء النظريه، لانه عملت يعني اتعملت دراسه انه 80% من الخريجين الجامعات سواء سيدات او رجال 80% منهم خريجين نظري، جغرافيا، تاريخ، لغه عربيه، الحاجات هذه احنا ما بنقلل من قيمتها، لكن بنقول انه سوق العمل ايش يحتاج وانا ادور عليه، لانه هذا يمكن يعني ما يحتاجه في الوقت الحالي. يعني من الاخر كده في تشبع من في سوق العمل من المعلمين والمعلمات. لا، المعلمين والمعلمات ما تاريخ وجغرافيا حيطلعوا ايش مثلا؟ لا بس قديش حيقدر القطاع التعليمي قديش يقدر يشيل؟ فانت تبي تعملي موازنه، يعني تبي توازني، ما نستغنى عن التعليم اكيد المعلمين. اكيد لا احنا ما نقول احنا بنستغنى، لكن انه نبقى ايش نقنن او نعمل يعني حسبه مضبوطه متوازنه لتسعي في سوق العمل، بحيث انه لما يقعد ما يقعد سنوات يبحث عن عمل. تمام استاذه او الدكتوره غاده الصويغ، يعطيكي الف عافيه، شكرا لتواجدك سيدتي. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقره ما زالت فقرات وسيدتي مستمره بعد هذا الفاصل القصير، خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، فعاليات اليوم العالمي للتوعية ضد مرض الصرع،